مساحة للرأي، أهلا بحضراتكم. لا تزال الهجمات الحوثية الأخيرة على كل من الإمارات والسعودية تلقي بظلالها على الطاولة الدولية، حيث صوت مجلس الأمن الدولي على الاقتراح الذي قدمته الإمارات لفرض حظر أسلحة على ميليشيات الحوثي الإرهابية. وبهذا طبعا بيوسع قرار مجلس الأمن حظر الأسلحة اللي بتفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها، والتصنيف أيضا ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية. وأدان القرار أيضا الهجمات اللي بتشنها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية. أكد أيضا مجلس الأمن في قراره أن الحوثيين ارتكبوا مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد اليمنيين والمجتمع الدولي، بما فيها الهجمات على المدنيين وتجنيد الأطفال واستغلالهم وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. قرار مجلس الأمن قوبل بترحيب من عدة دول كالسعودية، الإمارات، البحرين، اليمن، لا سيما أن هذا القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية ويمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الحوثيين للتخلي عن خيار الحرب والعودة أيضا إلى مسار السلام. في حلقة النهاردة من مساحة للرأي بنناقش قرار مجلس الأمن بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية وتداعياته على الأزمة اليمنية، مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور سعيد الزغبي، دكتور العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ شيرين. أهلا بحضرتك. يعني البداية كده، كيف ترى تقرأ هذا القرار من مجلس الأمن؟ شوف حضرتك، خلينا نقول ان هو ده انتصار للدبلوماسية الإماراتية، ان الدبلوماسية الإماراتية وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تلجأ الى الحروب ولا تلجأ الى الدبابات ولا تلجأ الى الأسلحة، ولكن تلجأ الى طاولة الحوار، تلجأ الى طاولة المفاوضات. ده انتصار فعلا لهذه الدبلوماسية. اثبت السياسي الإماراتي ان هو قادر ان هو يؤثر على مجلس الأمن ويطلع هذا القرار. القرار طبعا بالنسبة للإمارات العربية، وتعتبر الإمارات العربية أستاذة شيرين هي تاني أكبر دولة في مجلس التعاون الخليجي من حيث الجيش، أول وحدة المملكة العربية السعودية، وهي مؤثرة تأثير قوي جدا في المنطقة، يليها الإمارات العربية المتحدة. كون أن دولة الإمارات العربية المتحدة تطلع أو تؤثر على مجلس الأمن في إصدار هذا القرار أن جماعة الحوثي جماعة إرهابية وتم عنها تصدير الأسلحة، ودي مشكلة كبيرة أستاذ شيرين، ليس فقط مجموعة الحوثي، ولكن شوف حضرتك على مجموعة المنطقة حوالينا في ليبيا، الهجمات في لبنان، كل الكلام ده، هذه الفوضى الخلاقة اللي موجودة في أكثر من دولة عربية، هي المشكلة الرئيسية بتاعتها هي تصدير الأسلحة الخارجية من الخارج إلى هذه الميليشيات. ميليشيات كلمة طبعا حضرتك هي كلمة لاتينية للسادة المواطن أو المواطن اللي بيسمعنا، يعني إيه ميليشيا؟ دايما بيسمعها كلمة لاتينية جاية من كلمة ميل الجندي، بس دول ناس مجندين في جيش غير نظامي، جماعات بتشتغل بحرب العصابات، بتدخل في مقارنة مع الجيش النظامي بتاع الدولة وبتبدأ تعمل تخريب في الدولة اللي موجود فيها، زي الميليشيات الحوثي اللي موجودة في اليمن، ميليشيات اللي موجودة المرتزقة اللي موجودة في ليبيا وكثير من هذه الميليشيات. هذه الميليشيات بتؤثر ليس فقط زي ما حضرتك قلتي ان هي بتثير الفوضى وان هي بتمنع او بتعمل على عرقلة وصول المساعدات الإنسانية داخل الدولة اللي بتتفشى فيها هذه الميليشيات، أو استخدام الأطفال وتجنيد الأطفال في هذه الميليشيات واستخدامهم لهذه الأسلحة، كل دوت أيضا بتؤثر على العائد الاقتصادي والحالة الاقتصادية. أنا زرت اليمن قبل ما يحصل هذا الموضوع حضرتك. اليمن فعلا كانت أستاذة شيرين بما يعني الاسم اللي دايما نعرفه اليمن السعيد، كل الصناعات كانت موجودة في اليمن، كل الصناعات الجلدية، صناعة المنسوجات القطنية، كل الصناعات متوفرة في اليمن. دلوقتي فين الاقتصاد بتاع اليمن؟ فين السفن والتجارة اللي كانت بتمر بأمان وأمن وسلامة في اليمن؟ شوف حضرتك، فزعت الإمارات لما اتخطف منها الناس اللي كانت على السفينة التجارية اللي كانت بتمر من بجانب اليمن في خليج عدن، السفينة روابي، وهي سفينة وما زالت قائمة. حضرتك الشخص الإماراتي بالنسبة لدولة الإمارات حاجة كبيرة جدا ان هم يفتقدوا وما يكونش في أمن وأمان في المنطقة ديت. هم أعتقد ان هم ناس مسلمين، وأعتقد ان دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، العالم العربي فرح بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية.
لماذا هذا التوقيت وأهمية هذا التوقيت؟ يعني هي تتحكم في باب المندب، هناك هجمات على قوافل تجارية، وكما ذكرت السفينة روابي. أهمية هذا التوقيت في اتخاذ هذا القرار. نرجع كده من شهر فات في يناير، ضربتين موجعتين جدا لدولة الإمارات العربية في دبي، في أبو ظبي، في قاعدة عسكرية كان فيها أمريكان وفرنسيين، قاعدة الضفرة. هذه تمثل بالنسبة للإمارات، حضرتك دولة الإمارات قائمة على الاقتصاد، دولة الإمارات ليس فيها يعني مش هنقول فيها زراعة ولا اقتصاد متنوع زي جمهورية مصر العربية، ولكن قائمة فقط على الاقتصاد وجذب المستثمرين في هذه الدولة والسياحة والإعلام فقط. كل حضرتك ان انت تضربي هذه الدولة، يبقى اذا ان في خلل في البنية التحتية الاقتصادية في جذب المستثمر ان هو يستثمر في دولة الامارات العربية. شوف حضرتك، هم عندهم حس امني رهيب جدا، وبيعملوا دورات كبيرة جدا في الحس الامني علشان المشاكل دي، لانهم عارفين ان اقتصادهم قائم على جذب المستثمر الأجنبي. لو حصلت أي مشكلة زي اللي حصل في يناير، ضرب القواعد اللي موجودة في دبي أو في أبو ظبي، أعتقد أن ده بيأثر على الاقتصاد بتاع الإمارات، ومن ثم حصلت هذه الانتفاضة، ومن ثم جاء هذا القرار في محله. دولة الإمارات أستاذ شيرين في 2019 بعدت عن التحالف العربي في حرب اليمن، صح ولا مش صح؟ لأنها هي قالت أنا أهتم بإكسبو 2020 وأشوف العوائد الاقتصادية، وسابت الموضوع. بس اليمنيين الحوثيين نفسهم قالوا ان هي حركه تكتيكيه، لان الامارات عادت فيما بعد، ولكن بعد الضرب، بعد هذا الدخول الى اراضي الامارات العربيه المتحده، وده بيعتبر انتهاك للامن القومي الاستراتيجي بالنسبه لدوله الامارات العربيه. طب حضرتك ذكرت نقطه هامه، وهي العوده للمسار الدبلوماسي وقوه الامارات دبلوماسيا. هل ده نجاح في مجلس الامن، ام ايضا هيكون نجاح لدفع المسار الدبلوماسي داخل اليمن وحل الأزمة اليمنية من جذورها؟ شوفي حضرتك، كل القرار ده يطلع بنجاح الدبلوماسية الإماراتية، المجتمع الدولي ليس قدامه غير ثلاث مخرجات أو ثلاث آليات هيشتغل عليهم لحل موضوع اليمن. نرجع كده حضرتك، بداية أزمة اليمن في 18 مارس 2011 في جمعة الكرامة، لما حصلت في ساحة التغيير في صنعاء، ومذبحة كبيرة قعدت لمدة 3 ساعات ضاع فيها 45 شاب من شباب اليمن، من شباب الجامعات اللي كانوا بيطالبوا بالتغيير. أول عائد أو أول آلية بعد هذا القرار اللي هيتخذه المجتمع الدولي لحل أزمة اليمن هي المبادرة الخليجية. المبادرة الخليجية اللي حصلت في 3 إبريل 2013 بعد هذه الأزمات، وبعد قيام ثورة الشباب في الجامعات في اليمن ومطالبتهم بالتغيير، حصلت المبادرة الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية، وكانت بتنادي أن يكون في سلطة في اليمن، يكون في دستور في اليمن، يكون في حكومة وفاق وطني. الكلام ده من 2013 من المبادرة الخليجية. حصل بعد كده مخرجات المؤتمر الحوار الوطني في اليمن، وده جه بعد الذكرى الثانية من جمعة الكرامة اللي حصل، وكان قائدها رئيس الدولة عبد ربه منصور هادي، وكان بيترأس حوالي 565 عضو في هذا المؤتمر، وقال كلمة ان احنا هنصنع التغيير بتاع اليمن، وده اللي هيكون المستقبل عن طريق الحوار، ومستقبل اليمن سوف نبهر العالم ان مستقبل اليمن هيتغير عن طريق الحوار والمفاوضات. ولكن للأسف لم يحدث ذلك، واستمر الحوثي في طريقه. ثم بعد ذلك عندنا آلية من الآليات اللي انا هستخدمها بعد هذا القرار، هو قرارات مجلس الامن الصادرة. زي حضرتك شفت القرار بتاع يوم الاثنين الماضي اللي هو اعتبار جماعة الحوثي جماعة ارهابية وعدم تصدير الاسلحة الخارجية ليها. طب هناك نقطتان دلوقتي، حصل يعني جماعة الحوثي في ترامب قال جماعة إرهابية، وبايدن قال لا ليست جماعة إرهابية. هذا التضارب ولأي مدى يخدم جماعة الحوثي، ويعني تطابق هذا مع قرار مجلس الأمن، هل هناك تضارب أم سيتم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية بالفعل؟ وليه هذه اللخبطة؟ ليه في ناس مسموح لهم بحمل أسلحة، ولماذا الآن آخرين؟ للتوضيح للمشاهد. شوف حضرتك، مجلس الأمن ده منظم
منظمة دولية، هذه المنظمة الدولية في العلوم السياسية تفوق قرارات شخصية. نعم. قرارات بايدن، قرارات ترامب. يعني احنا كنا دايما في العلوم السياسية بنحلل الشخصية او الكاريزما بتاع ترامب ان هو شخص مارق في 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 الحكم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. نعم. شوفي حضرتك القرار اللي اتخذه قبل ما يطلع من الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، القدس عاصمة لإسرائيل. نعم. إسرائيل. نعم. فطبعا دي للأسف ده طبعا احنا بنسميه في العلوم السياسية شخص مارق. كون ان هو يعترف سواء اذا كان هو او الاربع دول اللي امتنعت عن التصويت، هناك. نعم. اربع دول امتنعوا عن هذا التصويت، ان الحوثي جماعة ارهابية، ايرلندا، النرويج، المكسيك، البرازيل، دول دول بيمثلها كيانات شخصية. نعم. بيعبر عنهم كيانات شخصية، ولكن مجلس الامن استاذ شيرين ده منظمة دولية معترف بها، وفي القانون الدولي حضرتك ولا بايدن ولا ترامب ولا ايا كان من هذه الاشخاص او زي ما هنقول ايه الكاريزما هي اللي بتاثر عليهم، اذا كان. نعم. يقول ان هو جماعه ارهابيه ام لا، ولكن قرار مجلس الامن في قرار الزامي، هذا القرار هيعتبر فعلا ان جماعه الحوثي جماعه ارهابيه، والغرض منها عدم تصدير الاسلحه الخارجيه داخل اليمن، وخاصه الاسلحه اللي معموله بتقنيه ايرانيه او تقنيه من دوله ايران. طب نتوقع تصعيد من جماعة الحوثيين أم اللجوء للحلول السياسية والدبلوماسية؟ أستاذة شيرين، طالما موجود إيران وتصدير الأسلحة بطرق غير شرعية، كان هيكون سؤالي القادم، اتفضل. أوكي. بطرق غير شرعية أعتقد أن الحوثي هيستمر في التصعيد، ولكن. نعم. لو عشان أسيب لحضرتك مجال السؤال الثاني. لا طبعاً. ولكن حضرتك لو احنا فعلا جبنا هذا القرار والقرار نفذناه بطريقه سليمه بمنع هذه الاسلحه للدخول الى اليمن عن طريق اي هي جماعه الحوثي شاطره ليه في ان هي بتاخد الاسلحه الخارجيه؟ نعم. جماعه الحوثي متدربه على الجبال والطبيعه الجبليه اللي موجوده في اليمن، سهل جدا ان هي يجي لها الاسلحه من عن طريق البحر الاحمر، من عن طريق خليج عدن، من عن طريق جنوب المملكه العربيه السعوديه، ايا كان سهل جدا لانهم شطار ومهره في معرفة الطبيعة الجبلية زي الناس اللي موجودة أو زي حركة طالبان اللي موجودة في أفغانستان. طب إيه اللي هيترتب على هذا القرار على المسار العسكري؟ شوف حضرتك، احنا تعالي نمسك المسار العسكري بالنسبة لدولة الإمارات العربية، مش نعم. هي اللي طلعت القرار والدبلوماسية بتاعتها، واحنا الكلام اللي احنا قلناه حضرتك لو تتذكري في يناير كان زيارة الرئيس الكوري كوريا الجنوبية لمصر، وكان قبل ما يروح مصر كان في الإمارات العربية المتحدة واستقبله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. طب هي الزيارة دي كانت جاية ليه؟ الزيارة دي كانت جاية ان الإمارات بتتسلح بصفقة عسكرية للطائرات او صواريخ ارض جو، هذه الصواريخ على نظام ام سام، هذه الصواريخ بمعدل او الصفقة العسكرية دي بمعدل 3.5 مليار دولار. اذا انا كدولة الامارات بتسلح ضد هذا الحوثي او ضد هذه الجماعة. ليه؟ لان ممكن زي ما حضرتك قلتي قبل كده ان هذه الجماعة تنشط اكثر، يكون لها نشاط اكثر، وبالتالي هذه الدول لابد ان يكون لها الجيش بتاعها قوي زي المملكة العربية السعودية، زي دولة الامارات، وبالتالي هناك صفقات عسكرية زي ما شفنا في دولة الامارات مع كوريا الجنوبية. بالنسبة للحوثي اعتقد ان هيكون مازال في تمويل من دولة ايران، ودولة ايران هو دولة ايران استاذ شيرين بتقول انا ما بسلحش، انا ما بوديش، لدرجة ان حزب الله في جنوب لبنان قال انا ما عنديش اي خلفية ان ايران بتمول جماعة الحوثي، ولكن كل التقنيات وكل الطائرات المسيرة بدون طيار لما بتقع لما وقعت في دولة الامارات العربية، لما جم حللوها خبراء من الامم المتحدة ولقوا ديت ان دي بتقنية ايرانية بحتة، يعني ان ما يصنعش الكلام ده يصنعه دولة ايران. نعم. وحضرتك الحاجة دي بسيطة جدا، غير مكلفة، شوفي التضاد دي غير مكلفة وبتصدرها للحوثي وبيعمل. نعم. بيها حتى لو ما بيقتلش بيها او حتى ما بيعملش حاجة في البنية التحتية، بيعمل قلق، بيعمل قلق للدولة اللي موجودة فيها، كون ان بينتهك يكفي الالغام الارضية اللي بتأذي المواطنين اليمنيين ذاته. يبقى اذا انا كوني ان انا بستورد هذه الاسلحة، الاسلحة دي بسيطة، ولكن تعالي كده في مقابلها بيحصل صفقات عسكرية لدولة الامارات والمملكة العربية السعودية بالمليارات عشان تدافع عن نفسها. يبقى اذا الحوثي انا اعتقد ان هتزيد هذه التسليح وهذه
الهجمات، وممكن يكون في حل رابع. هذا الحل الرابع عن طريق طاولة المفاوضات وطريقة الحوار والنقاش السلمي اللي بيطمح ليه كل العالم العربي، كل العالم العربي، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، كل دول مجلس التعاون الخليجي تطمح ان يكون في نقاش وحوار، زي ما قالوا قبل كده في مؤتمر الحوار الوطني ان الحوار هو المستقبل لحل الأزمة اليمنية. نتابع ما ذكر في الصحف عن هذه الأزمة وهذا القرار، ونعود مرة أخرى لضيفي في الاستوديو الدكتور سعيد الزغبي، دكتور العلوم السياسية بجامعة السويس. أشارت جريدة الدستور إلى ما تناولته الصحف الإماراتية تحت عنوان عزلة الحوثيين بأن عزلة الحوثيين تعززت بقرار جديد لمجلس الأمن الدولي يوسع حظر الأسلحة المفروضة على بعض الأفراد والشركات ليشمل الميليشيات الانقلابية بالكامل، ويصنفها جماعة إرهابية للمرة الأولى ويدرجها في قائمة عقوبات اليمن. وفي جريدة الخليج ذكرت الصحيفة أن قطع شرايين الدعم العسكري لهذه الجماعة إضافة إلى اعتبارها جماعة إرهابية من جانب دول عدة يشكل حصارا لها، ما يعني أنها باتت منبوذة وتمثل سرطانا يجب اجتثاثه ولم يعد بمقدور العالم تحمل وجوده. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة مرة جديدة يقف العالم إلى جانب الإمارات لأنها تقف إلى جانب الحق والسلام والعدل. بينما يرى أحمد عزت في الأخبار أن حدة الصراع في اليمن اشتدت بين الأطراف المختلفة خلال الآونة الأخيرة، ليتجدد السؤال اليوم متى تنتهي هذه الأزمة، خصوصا بعد اتساع جبهة المواجهة لتشمل الإمارات واستمرار المواجهات على الأرض بدماء الشعب اليمني. ويرى سمير رجب أنه من الطبيعي أن تسيطر نزعات الغرور على هؤلاء المتطرفين الإرهابيين بعد أن أخذت المنظمات الدولية تتعامل معهم على أنهم ند لند للحكام الشرعيين، فإلى متى تظل كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مهددتين من جانب أناس فقدوا القيم والأخلاق والدين والضمير؟ أشار علي هاشم إلى أنه في اليمن يموت مئات الأطفال سنويا نتيجة أمراض فتاكة، كما يعاني نحو مليوني طفل آخرين سوء التغذية الحاد في بلد يصنف ضمن أسوأ البلدان لحياة الأطفال في العالم، ناهيك عما يكابده هؤلاء الضحايا من أمراض وجوع وتشريد ومواجهة خطر الألغام وظاهرة التجنيد القسري. فلماذا لا يتم تسليط الضوء على مآسيهم وما أكثرها وما أفظعها؟ برحب مرة أخرى بضيفي في الاستوديو الدكتور سعيد الزغبي، دكتور العلوم السياسية بجامعة السويس. يعني التقرير كان بيركز بشكل كبير على الجزء المدني، تمام. عايز استكمل الجزء العسكري وبنربط الاثنين، ان تسليح الإمارات والسعودية كجيش نظامي في مواجهته أسلوب حرب مع ميليشيات وحرب عصابات ألغام أرضية، استخدام مدنيين كدروع بشرية، يعني وما إلى ذلك، إزاي هتتم المواجهة؟ عجبني جدا الأستاذ سمير رجب وهو كاتب في التقرير الكلمة حلوة، قال إن حيصاب الحوثي بالغرور لأن المنظمات المجتمع الدولي بتتعامل معاه. يعني شوف حضرتك هؤلاء الميليشيات اللي بيستخدموا عصابات، حرب العصابات، والتكتيك بتاعهم تكتيك بدائي على فكرة، ليست معاهم الأسلحة الجبارة اللي بتستوردها الدول خالص. يعني أوكي حيصابهم الغرور زي ما هو قال، وزي ما حضرتك طرحت السؤال ماذا بعد هذا القرار، هل فعلا حيصاب جماعة الحوثي الغرور ان مجلس الامن بيطلع قرار مع هذه الجماعة، هذه الجماعة اللي عايشة في الجبل زي ما احنا بنقول، اللي بتشتغل بتكتيك حرب العصابات، اللي هي عندها اسلحة، الاسلحة دي تكاد تكون رخيصة في البدائية، بس هي شطرتهم ان هم عارفين الطبيعة الجغرافية واستخدام المدنيين ايضا كدروع بشرية. دي الجزئية الخطيرة جدا. منظمات حقوق الانسان استاذ شيرين اشادت بالنقاط بهذه النقطه ديت، وقالت ان هم بيستخدموا حتى الاطفال بيجندوهم من الصغر عشان يتشبعوا بالحافز الحوثي اللي موجود عندهم، بحيث ان هو يدافع عنهم فيما يعني زي ما احنا بنقول كده بيربوا اجيال للدفاع عن هذه الجماعه داخل الدوله. نعم. يبقى اذا
إذن هذه الجماعة جماعة غير نظامية، هذه الجماعة جماعة بتشتغل المفروض، يعني أنا المفروض عارف حضرتك، يا ريت هذه الجماعة كانت زي المقاومة الشعبية اللي كانت عندنا في مصر زمان أيام العدوان، ولكن هذه الجماعة تمادت، هي كانت جماعة علشان تحمي الدولة من النظام السابق والكلام ده، وان هي تعمل ولكن تمادت هذه الجماعة واصبح الاسلحة او استيراد الاسلحة بالنسبة لها بيمثل خطر كبير على هذه الدولة. طيب، يعني وضع المدنيين في هذا وصمت المجتمع الدولي تجاه قضية المدنيين. شوفي حضرتك، هي المدنيين زي ما حضرتك قلت كده أستاذ شيرين بيستخدموهم كدروع بشرية، تجنيد الأطفال، زرع الألغام في الأراضي بحيث يعمل على عرقلة وصول المساعدات الإنسانية الموجودة، استخدام النساء أيضا والرجال في الميليشيا نفسها، إن هو يدوا له سلاح ويبدأ حارب حتى السيدات والنساء اللي موجودة هناك. طبعا اقتصاد راح المدنيين. هل حضرتك تتخيلي جامعات اللي موجودة في اليمن، التعليم في اليمن حضرتك، نعم. تأثير كورونا حتى ما فيش إحصائية أو نعم. ما فيش نسبة إحصائية تقول معدل الإصابة اللي موجود في اليمن بالنسبة لكورونا وعدد الوفيات اللي موجودة في نسبة كورونا. إذن المجتمع المدني الموجود في اليمن، المجتمع بتاع الطاقة بتاعته طاقة منحدرة، طاقة يعني وصلت إلى أدناها، ما فيش تعليم، ما فيش صحة، ما فيش اقتصاد، ما فيش أي حاجة من حقوق الإنسان، ويقف المجتمع الدولي أستاذة شيرين مكتوف الأيد بيصدر بس بعض القرارات، ويا ترى هل القرار فعلا هينفذ زي ما احنا قلنا، ولا هيبقى فيه ثغرات في هذا القرار ويبقى فيه تسليح، يبقى فيه تدريب من ايران. على فكره ايران بس مش بتمد بالسلاح، ولكن ايران فيها نسبه كبيره من فيلق القدس ونخبه كبيره من الحرس الثوري موجود في اليمن، بتدرب هؤلاء الميليشيات على التدريبات العسكريه وعلى استخدامهم لتقنيات الاسلحه اللي بيستوردوها من خارج. ما مش ايران بس اللي بتمول، او مش ايران بس هي اللي بتصدر الاسلحه لايران او لهذه الجماعه، لا، في دول تانية بتصدر هذه الاسلحه لجماعات اخرى زي ما حضرتك قلتي بايدن وترامب، في اختلاف، دي جماعه ارهابيه، دي مش جماعه ارهابيه. الاربع دول حضرتك لاحظي، الاربع دول اللي ما صوتوش فيهم دوله من هذه الدول منتجه كبيره للاسلحه. نعم. هل حضرتك تتخيلي لما انا اقول واوافق ان هي دوله او جماعه ارهابيه، دي نقطة هامة، ما مصير الأسلحة اللي موجودة عندي؟ ما مصير الصفقات اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وتصديرها للشرق؟ الولايات المتحدة الأمريكية يعني حضرتك يعني أكيد والسادة المشاهدين يعلموا تماما، هي اللعبة الرئيسية إن يكون طبعا إن لازم يكون، أمال الصفقات والأسلحة اللي أنا بعملها ديت والإنتاجات الحربية والعسكرية اللي أنا بعملها دي هتروح لمين؟ حارب نفسي بنفسي، ولكن لازم يكون في صفقات لهذه الأسلحة للعالم العربي، سواء في فلسطين، سواء في العالم العربي، سواء في الشرق، في الغرب، بالنسبة لليبيا ودول كله. طيب، يعني كيف نعود لطاولة المفاوضات في هذه الحرب غير المتكافئة لمنهجها وليس لعناصر القوة فيها؟ شوف حضرتك، تفكرتيني كده برئيس وزراء باكستان لما راح يزور رئيس وزراء سنغافورة وقال له الدولة دي متقدمة، سنغافورة متقدمة قوي، انتوا ليه متقدمة بالطريقة دي؟ رد عليه قال له احنا بنحترم القوانين، احنا بننفذ القانون زي ما احنا بنقول كده بحذافيره. حضرتك احنا امتى نرجع لطاولة المفاوضات وطاولة الحوار ونقول ان الحوار هو اللي هيغير مستقبل اليمن؟ عن طريق ان احنا نحترم هذه القوانين ونحترم قوانين مجلس الامن والقوانين السابقة والمخرجات بتاعة الحوار الوطني، المبادرة الخليجية، قرارات مجلس الامن، قرارات المجتمع الدولي كلها نحترمها. وبالتالي لما نحترم هذه القرارات ونفرض على الحوثي، احنا لازم نفرض على الحوثي الحصار الاقتصادي. اي نعم، هذه الميليشيات متفرقة في اليمن. ما الذي يغريه للجلوس على طاولة المفاوضات؟ السلطة، ان لابد زي ما تشوف حضرتك جماعة طالبان في افغانستان، بس احنا مش طبعا استحالة، يعني طالبان ممكن كانت في شوية في السلطة وشوية، وجماعات ممكن تكون احتكت شوية بالسلطة، ولكن اللي يغري جماعة الحوثي ان احنا نعمل هدنة، نعمل خطوط حمراء، خلاص احنا طلع قرار مجلس الامن، نبدأ ان احنا نقعد على طاولة المفاوضات ونجذب الحوثي في
ان احنا هناخدك معانا في السلطه، ان احنا مش هناخد اي قرارات قرارات استثنائيه بدون الرجوع للحوثي، ليس لان احنا هنكبر جماعه الحوثي ويحصل ليها الغرور اللي قال عليه استاذ سمير رجب، ولكن علشان حضرتك نامن طبيعه الحوثي في الدخول مره ثانيه عن طريق الاسلحه الغير نظاميه، عن طريق الفوضى الخلاقه اللي بيصنعها في دوله اليمن. اعتقد الوصول للسلطه او مشاركه السلطه مع اليمن، اعتقد ان ده هذا هو الاغراء اللي اعتقد ان ممكن يغري هذه الجماعه، ان هي نقطه ومن اول السطر ان احنا نرجع لطاوله الحوار والمفاوضه. طيب، توقيت هذا القرار بالتزامن مع الازمه الاوكرانيه، هل بيدعم القرار ام بيشتت التركيز مع القضيه اليمنية؟ اعتقد الازمة الاوكرانية ازمة اوكرانية مع الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو والولايات المتحدة ولكنهم شريك فعلا. اعتقد ان يعني حضرتك انت لو شفت حتى كمان زي ما احنا بنقول الدول يعني لو في العلاقات الدولية في العلوم السياسية، لو شفنا الاتحاد السوفيتي، ما حضرتك الاتحاد السوفيتي مين اللي لسه ما زال محافظ على نظام سوريا حتى الان؟ روسيا. روسيا هي اللي بتحافظ على هذا النظام لحتى الآن. طيب روسيا وسوريا مين كمان بيساعد هذه الدولة؟ هتلاقي إيران بتساعد هذه الدولة. طب مين بيساعد جماعة الحوثي؟ حضرتك كده في العلاقات الدولية مين بيساعد جماعة الحوثي؟ إيران. أعتقد أن أزمة أوكرانيا واللي حاصل دوت، أعتقد أن الاتحاد أو روسيا ليها باع كبير أيضا في تصدير الأسلحة بالنسبة لليمن، وممكن احنا نقدر نقول أن هناك علاقة عكسية بين أزمة أوكرانيا، أن تشتعل هذه الأزمة في مقابل أن أنا أهدي من اللي بيحصل في اليمن وفي الأحداث اللي بتحصل في اليمن، أن أنا أصدر هذا القرار وأقول أن هذه الجماعة جماعة إرهابية وتعترف بها جميع الدول ما عدا الأربعة اللي احنا قلنا عليه. طيب، على ذكر الأربعة، أربع دول الممتنعون عن التصويت، هناك إشادات وترحيب من جانب عديد من الدول الأخرى اللي رحبت بهذا طبعًا القرار. طبعا شوف حضرتك هنا يعني لو على مستوى العالم العربي، أعتقد لا توجد أي دولة عربية مش مرحبة بهذا القرار. أوكي، على مستوى الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي مرحب بهذا القرار، بريطانيا مرحبة بهذا القرار أن هذه جماعات إرهابية. حضرتك أستاذ شيرين نرجع كده للعلاقات الدولية، ما أنا أرحب بهذا القرار لأن أنا جماعة إرهابية، ما هو القرار طالع إن هي جماعة إرهابية ممنوع تصدير الأسلحة داخل اليمن لهذه الجماعة. اوكي، طب مين اللي بيصدر هذه الاسلحه؟ لو احنا هنقول يعني لو هنربط الاحداث مع بعضها والازمه الاوكرانيه، هنلاقي روسيا برضو متدخله في هذا الموضوع. طب مين ضد روسيا؟ هتلاقي حضرتك الاتحاد الاوروبي، هتلاقي بريطانيا بترحب بهذا القرار ان جماعه الحوثي جماعه ارهابيه علشان ما تديش فرصه لروسيا ان هي تتدخل وتصدر هذه الاسلحه داخل هذه الجماعه. اذا لا حل دون العوده لطاولة المفاوضات. الشكر كل الشكر لضيفي في الاستوديو دكتور سعيد الزغبي، دكتور العلوم السياسية بجامعة السويس. الشكر كل الشكر لفريق الإعداد، ومني إليكم شكرا جزيلا. شكرا.